قالت يا أبت استأجره، اللي هو مين ده؟ موسى عليه السلام. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. صليتم على رسول الله في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما نزل إلى أهل مدين ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. عمل إيه؟ فسقى لهما. صليتم على سيدنا رسول الله، اعلم أن المعروف لا يضيع، اعمل المعروف في أهله أو في غير أهله، ولكن اجعل نيتك وقصدك وهدفك أن يرضى عنك من؟ بس. موسى سقى للغنم، سبحان الله، فجاء أيها الأحبة في الله الخير مدرارا، سقى لهم ثم تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيرة، والله ما لا أكل، خلاص أنا جاي غريب في البلد دي. فإذا بالخير يفتح ويفجر من كل مكان، الملك إذا أراد أن يعطي يعطي بسبب وبدون سبب، علقوا قلوبكم بالله. فلما شكى حاله إلى الله كيف كان الحال، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يريد أن يعطيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وحكى له الحكاية وقص عليه الرواية، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، أنت جاي خايف؟ ما فيش خوف بعد النهاردة، لا تخف، صليتم على رسول الله، نجوت من القوم الظالمين. قالت البنت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن ينفعش لهيئتك ولا سمتك ولا سمتك ولا رسمك ولا الحالة القدامة دي، إنك أنت تشتغل أجير، لا أنت تنفع تكون نسيب، ينفع تنسبني أنت. وقالوا كما جاء عند ابن كثير أن أفرس الناس أزكى الناس ثلاثة، صليتم على رسول الله، من؟ عزيز مصر لما قال لامرأته أكرمي، بيتكلم عن مين؟ عن يوسف، وما كان يعلم أن هذا يوسف. يا سلام لو عرف عزيز مصر أن الذي أمامه هو نبي وابن نبي وابن نبي وابن نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لكن لما رأى عليه عزيز مصر من الهيئة قال لا، هذا الغلام وهذا الشاب أو هذا الطفل طفل مميز، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا. يبقى كانت عنده فراسة وذكاء وتوفيق من عند الله، هذا هو الأول. الثاني أيها الأحبة في الله، إحدى ابنتي النبي الصالح أو سيدنا شعيب كما جاء في بعض التفاسير، التي قالت لأبيها إيه؟ يا أبت استأجر، ما سووش يمشي، خليه يقعد معانا ويعيش معانا ويرعى معانا الغنم، استأجر. وما كانت البنية ولا أبوها أنها تعلم أنها تتكلم مع رجل يتكلم مع الله، قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فتكلم العبد الصالح أو سيدنا شعيب قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على تشتغل برضه على أن تأجرني ثمانية حجج، وإن أتممت عشرا، عايز يزود اثنين من عندك ماشي، وإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فكان مهر إحدى بنتي شعيب أن يعمل سيدنا موسى في رعي الغنم وفي العمل مع نبي الله شعيب أو مع العبد الصالح. صليتم على رسول الله؟ نعم. الشاهد أنه كليم ويتكلم مع الكريم، ومع ذلك ما أبت نفسه أن يعمل وأن يتكسب. هكذا الله رب أولياءه وأنبياءه.